آخر دراسة قرأتها عن زيت الزيتون أنهم في المختبر استطاعوا قتل خلايا سرطانية بزيت الزيتون خلال نصف ساعة. آلية عمل زيت الزيتون أن فيه مواد تدفع الخلية السرطانية للانتحار، تجعلها تنتحر لا تتكاثر. بالنسبة للتين، يعني هذا العنصر من التين فيه من يعني هو منجم من الفوائد، لم يكتشف العلماء كل أسراره، ولكن مبدئيا أقول لك هو من أقوى ما يسمى بأوميجا 3 أو هذه المواد التي يحتاجها الجسم، التي تسمى مضادات الأكسدة، موجودة بشكل كبير في التين. فهذا المزيج التين والزيتون، للأسف أنا لم أعثر على دراسة مشتركة لهذين تأثيرهما معا، ولكن هناك دراسة قام بها باحث إسرائيلي أنا تحدثت عنها، سبحان الله. وأكدت أنه أخذها من القرآن. أنا جزمت بذلك لأنه غير معقول هذه المصادفة. هذا الباحث في مركز أبحاث حيفا قام بعمل بحث ونشر على المستوى العالمي، اكتشف أقوى تركيبة لعلاج أمراض القلب، وهو يسميها كذلك أقوى تركيبة لعلاج أمراض القلب. أولا، تأكل حبات من الفاكهة، ثم كأس من ثم حبات من التمر، وكأس من الرمان، عصير رمان. 3 حبات من التمر مع شيء من الفاكهة وكأس من عصير الرمان، حتى إنه سبحان الله رتبها بهذا الشكل يعني. فقلت سبحان غير الله. معقول، هذا أكيد قرأ قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان.